بسم الله الرحمن الرحيم وبالله سبحانه وتعالى نستعين وعلى الله نتوكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. دائما وابدا نستفتح بالذي هو خير الكلام واطيبه، القران الكريم. زيت لي قرانيه مباركه يشرب بها تلاوه ذلكم العالم القراني. قارئ مريض مصر العربيه وعده بنقابه القراء بمصر والعالم الاسلامي كله. قبيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ، القارئ والمقيم بابا عوالي. اسال الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله له
وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيم الصلاة واتقوه
الذي استهواته الشياطين في الأرض حيران له وأصحاب يدعون إليه تحشرون.
فيقود قوله الحق وله الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور
فلما جن عليه الليل
أطال السماوات والأرض حنيفا فلما الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما يشركون فيه إلا
شيئا وسع ربي كل شيء وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا أتينا ونوحا أتينا من
وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
ينزل فيه الهدى والنور، احلى من العسل المصفى وشهد الهدى. جبريل وقرا الكتاب وقال اقرا يا طه وستجاب. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا، واجعله يا ربنا شفيعا لنا لا علينا يا رب العالمين. هكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا لحظات طيبه مع نور الايمان تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد الله بن الشيخ القارئ والفقيه قرية ابي عوالي، كتلة الاذاعه الصوتيه والاضاءه الكهربائيه الكاشفه والفراشه، كتلة بطوله الاداره والمخازن الحاج شعبان تهاجي واولاده المقيم بابي عوالي. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ولله البقاء.